معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، أهلا بك جابر. هل هناك تفاصيل إضافية عن سير العمليات اليوم، وهل فعلا يعني يتم تجنيب المدنيين؟ نعم، بالطبع الحكومة الأثيوبية قالت أنها أوقفت العمليات بشكل كامل، لكن هناك جيوب هنا وهناك في مناطق جغرافية متباعدة، تقول أنها بصدد متابعتها والإبلاغ عن كل ضرر قد يلحق بالمواطنين. تقول الحكومة كذلك أنها يعني حريصة على سلامة المواطنين بشكل كامل أينما كانوا. الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي اليوم أيضا قد رحب بعودة أكثر من 50 فردا كانوا قد فروا جراء الحرب إلى الحدود السودانية، واستقبلتهم الحكومة السودانية حين ذاك، وقالوا إنهم عندما اشتدت الحرب وكان عتادهم ربما أقل من قوات الجبهة الشعبية دخلوا إلى السودان بأوامر من قيادتهم. اليوم عادوا ليكونوا أيضا جزءا آخر وقالوا أنهم الآن سيعودون وبإمكانهم كذلك أن يحاربوا الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي لمخالفتها للدستور ولمهاجمتها القيادة العليا في منطقة مكالي. هناك أيضا ربما 6000 شخص من مكالي عادوا إلى الحكومة وكانوا محتجزين أثناء العملية العسكرية هناك، ضمن 15,000 جندي كانوا موجودين في القيادة هناك في منطقة مكالي. هذا كله يترتب عليه أشياء إنسانية ربما كبيرة، فرار أكثر من 45,000 إلى السودان، يواجهون ظروف صعبة ومختلفة. الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأفريقي جميعهم يبدون قلقهم ويقولون أن هذا الوضع يحتاج إلى تدعيم من المجتمع الدولي وإعادة هؤلاء النازحين واللاجئين إلى قراهم، وهذا يتطلب أيضا توفير البنيات التحتية والسلام والاستقرار لهم في مناطقهم. شكرا جزيلا لك جابر منصور مراسلنا، كنت معنا مباشرة من أديس أبابا.